اليوم نحن وقفنا بوقفة تذكير ووقفة احتجاجية للمجزرة اللي صارت من 4 سنوات بالغوطة الشرقية، اللي راح ضحيتها أكثر من 1400 شخص بين طفل وامرأة ورجل. طبعا نحن ما باليد حيلة، ولكن نحن عم نذكر الشعب اللي أعمى بصره، الشعب اللي سكر كل شيء من منافذ الإنسانية بالنسبة له ويسمع صوت الأطفال وصوت الرجال وصوت النساء الموجودين داخل الغوطة الشرقية، واللي ما قدروا يقدموا شيء لهذا الشعب المكلوم. نحن ما زلنا موجودين هون رغم الأسى، رغم الألم، رغم كل شيء، ما زلنا هون صامدين هون ولح نبقى هون إن شاء الله. هذا الخرار ماذا؟